مفتقرا للغالبية البرلمانية التي تسمح له بتمرير قانون تعديل نظام التقاعد، وجد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نفسه مكرها على اللجوء للمادة 49 في بندها الثالث الذي يقضي بإقرار القانون دون عرضه على تصويت الجمعية الوطنية. أضع حكومتي أمام هذه المسؤولية بتمرير مشروع القانون المعدل في البرلمان. لا أشك أننا سنكون أمام تصويت محتمل لحجب الثقة عن الحكومة وسنضمن حسن سير العملية. مرور دستوري بالقوة يدخله في مواجهة مباشرة مع النقابات والشارع من جهة والبرلمان من جهة أخرى. المعارضة بشقيها اليميني واليساري اعتبرت الخطوة قفزاً على التصويت وتجاهلاً لإرادة الغالبية، وأعلنت عن مشروع لحجب الثقة عن الحكومة ما قد يؤدي إلى إسقاطها أو حل البرلمان. ما يحدث ليس دليل على إخفاق الحكومة فحسب، بل هو إخفاق شخصي لماكرون. سيكون هناك توجه نحو حجب الثقة للتخلص من هذا القانون. لا مفر من إغلاق تام للبلاد كي ينتهي هذا القانون في مكب النفايات. أما النقابات المدعومة شعبياً فعدت الخطوة استفزازاً قد يؤدي إلى تصعيد غير معلوم العواقب. استخدام البند الثالث من المادة 49 هو إشعال للشارع، والحكومة والرئيس ماكرون شخصياً سيتحملون عواقب هذا التصعيد. الشارع المحتقن منذ أسابيع من التظاهر والإضرابات لم ينتظر إشارة النقابات للخروج، إذ خرجت مظاهرات عفوية جمعت الطلبة والعمال أمام البرلمان بعد إعلان الحكومة القرار، ما يعكس حالة غضب الفرنسيين مما يعدونه ازدراء لهم ولمنتخبيهم في البرلمان. باختيار الرئيس ماكرون اللجوء للمادة 49-3 يكون قد أغلق باب التصويت من جهة، وفتح باب المواجهات مع الشارع والنقابات من جهة أخرى، مع كل ما تحمله الخطوة من مخاطر. زهرة منصور، فكانت تريتا عربي، باريس.